لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. یہ سوال منزل نمبر چار پارہ نمبر اٹھارہ سورہ نور سے کیا گیا ہے. یہ سورت مدنی ہے. اس سورت میں 9 رکوع 64 آیات ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون صيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله آياته للناس. تھوڑا سا غلط ہو گیا. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. حسبك. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ایک منٹ. یہ إلا رحمتم سے ابتداء صحیح نہیں ہے. میں ایک آیت پیچھے سے پڑھتا ہوں. وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم.